لكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من ساعتنا الاولى لليوم 3 ان شاء الله. نحكيو على قضيه عمر العبيدي، انا حبيتها باش ما ننساوش القضيه هذه، ديما نحبوا نفكروا فيها العباد خاطر برشا قضايا كانوا تنساو وتدفنوا كما نقولوا، كما تدفن عمر العبيدي الله يرحمه. دونك على ذاك موجود معنا بالتليفون، نحبوا نعرفوا اخر تطورات شنو صار في قضيه عمر العبيدي. على ذاك معنا محامي المرحوم عمر العبيدي السيد تومي بن فرحات. سي تومي اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بجميع مستمعي كفات افلام، وشكرا ليك انت اللي كنت ديما معنا فريمون حاضر في القضيه هذه وديما تذكر الناس باش ما تموتش الذاكره نتاع احبانا الافريقي وجميع التوانسه. هذا واجبنا استاذ خاطر في تونس اكيد ذاكرتنا قصيره وبرشا قضايا تدفنوا وما نحبوش القضيه هذه تدفن كيفهم زاده. شنو جديد يا سي تومي في القضيه نتاع عمر العبيدي؟ هو اخر حاجه معنا صارت هو في 11 نوفمبر معناها اللي فات دائرة الاتهام معناها اخذت نفس القرار تاع حاكم التحقيق اللي هو في حالة معناها 14 أمني على معناها المجلس الجناحي من أجل زوز جناح اللي هي معناها القتل غير العمد واللي هي عدم إنجاد شخص في حالة خطر من توجب سيفته الإنجاد، معناها باعتبار الأمن هو ظرف تجديد كيمي كي يقومش بعملية الإنجاد واللي عقوبتهم القصوى معناها زوز تهم ذم هم 7 سنوات السجن. احنا اللي معناها كفريق دفاع مشينا توجهنا إلى التعقيب، هي مسألة مبدئية أكثر منها بعد اتفاق مع العائلة راح نطول الإجراءات باعتبار نعتبره أنه على الأقل فما زوز أو 3 أطراف في أحد تقدير يلزم توجيه تهمة القتل العمد في جميع المظروفات نتاع الملف من دون الدخول في الجزئيات الكبيره، انه نحن تمسكنا اللي فما شبهه كبيره نتاع كمنه قتل غير عمد والاكتفاء معنا بعدم الانجاد. هذا الملف هو بديته التعقيب ياخذ وقت في السنه هذه كما تعرف الناس معناها تم معناها التعطيل كبير برشا في ازمه الكورونا قاعده توخر اكثر، معناها قاعدين يمكن في السنه في اول السنه القادمه محكمه التعقيد، اذا رينا احنا ان المساله ستطول اكثر يمكن حتى احنا معناها باش معناها ما نخلوش المساله تركض في الاذهان ولا غير ذلك، يمكن انه معناها نرجعوا حتى في التعقيب باش ما نخلوش برشا وقت اكثر من هكذا. أستاذ لو كان تسمح تشوف بلاصة أقل شوية ريح، أنت قاعدة في برشا ريحة بحذاك سي تومي. سامحني صحيح البلاصة فيها شوية ريحة. سي تومي حبيت نعرف اسكو فما نية معناها من بعض الجهات أن القضية ذي تتنسى معناها؟ هو من الأول أنا ديما معناها شد السياحة اللي من الأول من اللي بدأت القضية هذه هي النية نتاعهم كانت هي تتوالى أكثر ما يمكن حتى تفقد البريق نتاعها في الأذهان وحتى تولي ما عادش فما حتى اشكال. معناها وكانت من الاول ما اخذت منحه انها باش تكون تطويل الاجراءات وعدم القيام بعده اجراءات، وهذا اللي هو احنا ما طلبنا حتى في التعقيب ولا في دائره الاتهام ولا في دائره التحقيق، هو عده اجراءات لم يتم القيام بها، فما عده شهور ما تم السماح مكافحات ما كانتش بطريقه قانونيه، معناها وفما معناها عده اعمال استقرائيه اخرى بما فيهم امنيين ما تم السماح، امنيين هذوما كانوا امنيين شرفاء من الثانيه الاولى قدموا شهاداتهم معناها شهادات حاسمه، لكن رغم ذلك ما تم سماحهم، لم يسيط الحاكم التحقيق ولا دائره الاتهام امرت بسماعهم. معناها الاجراءات اللي تتوالى الغايه نتاعها الوحيده هي انه معناها كل احنا في كل ما تتوالى القضيه كل ما تصبح معناها عادي يبقى وفي حالة صراحة راهو باش معناها الشعب التونسي يعرف راهو لم يتم إيقاف أي أمني في القضية هذه. ما توقف حد فيهم معناها. أنا يمكن أعتقد معناها أنه ما تمش إيقافهم حتى عن العمل، يمكن راهم تركوا منهم أمنيين. معناها هالمجموعة هذه راهو ما تمش لا إيقافهم لا في السجن ولا يمكن إيقافهم على العمل، ويمكن راهم تم ترقيتهم هذوما كل. واحنا تو فتنا العامين دون أي معناها اتخاذ اي اجراء في ضد الامنين هذوم. فما جلسه معينه في التعقيب ولا مازال؟ مازال مش معينه، مازال لم تعين جلسه ولذلك معناها احنا كنا اذا استطول اكثر المساله فعلى الاقل يعاقبوا والا تتخذ الاجراءات باش ما نخلوش الامور تتوال، يمكن احنا اللي
نرجع في التعقيب وخلت معناها في الحالة هذيك في أول سنة القادمة يتم عرض القضية معناها على المجلس الجناحي في محكمة بن عروس، وقتها تولي معناها على الأقل الناس كل بالإعلام الناس كل تكون حاضرة وتعرف التفاصيل الدقيقة نتاع القضية هذه، ويعرفوا الظلم ويعرفوا معناها اللي معناها عندما يكون خصيمك الحاكم بكل بساطة فإنه الحقوق تضيع في البلاد. شنو الفرق بين التعقيب والدائرة الأخرى؟ ما سمعتكش سام. قلت لك شنو الفرق بين محكمة التعقيب وإلا الدائرة الثانية باش تنظر في القضية باش تبدلوها؟ لا خاطر هو توا باش نوضحوا الصورة. علاش في التعقيب؟ احنا كفريق دفاع احنا ما نتولينا التعقيب، مش الأمنيين ما نتولوا التعقيب، احنا مشينا باش نعتبروا إنه القتل هذا عمد في التكييف القانوني للجريمة. احنا نعتبره قتل عمد، ودائرة الاتهام اعتبرته انه قتل غير عمد وانه مجرد معناها عدم انجاد شخص في حالة خطر. دونك اذا في التعقيب تواصل معناها هو في كل الحالات على الاقل المرة هذه باصرار فريق الدفاع واصرار الاعلام واصرار الجميع، المرة هذه ما كانتش انا اتذكر ملف نهائيا، لا فما زوج كارتين على 14 امني موجودين هذوما، هذوما عندهم معناها عقوبات تصل الى 7 سنوات سجن. احنا مسكنا بانه القتل عن بعض الاطراف من الامنيين هذوما هو يعتبر قتلا عمدا مش مجرد قتل غير عمد، هذا هو الاختلاف. معناها اذا 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 خطر اذا المحكمه التعقيب مشات معنا فتصبح هذه جنايه وتعرض على محكمه اخرى، اذا ما مشاتش معنا فستعرض على الدائره الجناحيه بمحكمه بن عروس. استاذ اخر سؤال، لو كان تسمح تشوف بلاصه اقل شويه ريح خاطر برشا ريح بحذاك. لو كان اخر سؤال، في محكمه قلت قبل تحكم عليهم بسبع سنوات سجن هكا ولا انا قلت لك العقوبه القصوى الى حد الان هي حسب التهم الموجهه لهم هي تنجم تكون 7 سنوات. اي ما عنديش ثقافه قانونيه كبيره استاذ، لكن انت قل لي نورمالمون فما ابتدائي واستئناف صاروا قبل هكا ولا اي؟ لا 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 مازالوا ما صاروش، هذوما التعقيب نتاع التحقيق، احنا مازلنا فقط التحقيق. عندك حق باش خاطر عامين نورمالمون يصير كل شيء، اما العامين احنا توا مازلنا في الدور اللي قبل ما نبدو في المحاكمه. هذوما صار تحقيق ما وصلت للمحاكمه معناها التحقيق، وهذا تعقيب التحقيق معناها ميم با وصلتوا للمحاكمه الى حد الان. ميم با وصلنا للمحاكمه، المحاكمه وصلت في اول السنه القضائيه القادمه بعد عامين كاملين، بعد عامين ونص معناها تو هي من مارس 2000 ومن 31 مارس 2018. واضح معناها نورمالمون فما نيه معناتها باش تنسى القضيه هذه، ما فماش تفسير اخر والا عادي معناها يصيروا حاجات كما هكا معناها في القضاء. لا هو باش ما نختلفوش، فما راهو في عدة قضايا تاخذ الوقت هذا، معناها إذا ما تمش الإيقاف، خاطر كان تم إيقاف أحد الأمنيين راهو في القانون رانا عندنا أكثر من عام تحكم فيه، أما باعتبار أنه بقاو في حالة تراح أنه حتى الصراحة هذه تخلي الإجراءات تتولى برشا. أستاذ عرفتوا شكون الشخص بالذات ولا مثل ما عرفتوش جوست مجموعة وكهو؟ كيفاش عرفتوا الأمني اللي عمل العملية ولا؟ احنا كفريق دفاع ورغم ذلك هاك تشوف ورغم والله حتى العائلة اللي يعرفوا الأسماء، احنا عندنا الأسماء ونعرفوا معناها التهمة معناها شكون موجهة كل شيء، معناها ورغم ذلك حفاظا معناها على سلامة الناس وحفاظا على سرية التحقيقات استطعنا من احنا قمنا بدورنا كفريق دفاع انه حمينا الملف من معناها ان اي تسريب لاي اسم لاي شخص، وهذا معناها هذا دورنا احنا، لكن في المقابل زاد معناها غير معقول على السلطات الامنيه والقضائيه انها مش تحمي في الملف، هي قاعده تحمي في الاشخاص وتحمي في العباد اللي اقترفت جريمه شنعاء معناها في حق مناشب تونسي في حق يمكن حتى الرياضه وفي حق الجماهير. صحيح، يعطيك الصحه وشكرا لك استاذ تومي بنفرحات. شكرا على كل هذه التفاصيل مديتنا بها. استاذ تومي بنفرحات محامي محب نادي الفريق عمر العبيدي اللي لقى حتفوا في واد في رادس، على كل ان شاء الله الحق يا اخو مجرى، ان شاء الله ما تنساش قضيه عمر العبيدي كما تنساو عديد القضايا الاخرى في بلادنا. فاصل موسيقى بعد المواصلين في